سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة بداية أيام الصوم ابتديناه يوم الاثنين الماضي، ويستمر الصوم إلى أن نحتفل إذا أراد ربنا وعشنا بعيد القيامة المجيد يوم 16 إبريل في شهر إبريل. وفترة الصوم اللي بتمتد 55 يوم حوالي شهرين فترة لها طابعها الخاص ولها أهميتها ولها قيمتها، وما هيش أيام عادية زي بقية الأيام. وكنيستنا عبر الآباء قدمت برنامج روحي قوي، والبرنامج الروحي القوي ده بيساعد الإنسان إنه يكون فعلا في وقت توبة ووقت ندم حقيقي. يعني إذا كان الإنسان طول السنة بيلاقي نفسه تايه في الدنيا ومشغول بحاجات كتيرة وحياته كده ما هيش منضبطة قوي، تيجي فترة الصوم عشان تضبط حياة الإنسان. يعني زي ما بيقولوا كده في الألعاب الرياضية يبقى على التراك، في واحد هو ماشي ينحرف ويطلع بره، فيجي فترة الصوم عشان تخلي الإنسان يمشي في طريقه الصح. وكنت كلمتكم في بداية الصوم الميلاد الماضي، قلت لكم إن أصوامنا الأربعة الميلاد الكبير الرسل العذراء بتدور في أربع حواس: الميلاد عن الود، والكبير عن العين، والرسل عن الفم، ثم العذراء ثم العذراء عن القلب. ولأن الصوم ده هيدور كله حوالين العين، فحبيت أربط وياكم في تأملاتنا عبر فترة الصوم إذا أراد ربنا وعشنا، إن احنا نربط ما بين العين كيف ترى الأسرة. كنا قبل صوم الميلاد بنتكلم في موضوعات أسرية اللي فيكم يفتكر يعني، بس الموضوعات الأسرية دهيت وتوقفت مع صوم الميلاد، وحبيت أرجع لها. هنربط ما بين كل حد والأسرة. عينك بتشوف إيه في الأسرة، في أسرتك؟ يعني وإحنا بنتأمل في الأسابيع حط في بالك إن الموضوع بينصب على عينك بتشوف إيه في أسرتك. هديكم مثال، يعني مثلا الحد اللي جاي وعليكم خير بيتكلم عن الكنز، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. فمثلا الحد اللي جاي ده عينك يا ترى بتشوف إن أسرتك كنز، ولا هي أسرة زي بقية الأسر؟ خلاص عينك أنت وأسرتك. والأسرة هنا يا أحباء حاجتين: يا الأسرة اللي أنا نشأت فيها أو الأسرة اللي أنا عايش فيها. يعني كل واحد فينا نشأ في أسرة، بيت في بابا وماما وإخوات وكبار وصغيرين، أو تكون أنت مكون أسرة جديدة وأسرة لسه أولادك بيكبروا، أولادك وبناتك بيكبروا شوية بشوية وبيكونوا فيما بعد العائلة. فوضعنا يا ترى شايف أسرتك إيه؟ شايفها كنز ولا مش شايفها؟ طيب الحد اللي جاي اللي بعديه، حد التجربة، يا ترى لما أسرتك بتتعرض لأزمة أو تجربة بتعمل إيه؟ تصرف إزاي؟ طيب في حد الابن الضال، الابن الضال أسرة عادية فيها واحد شرد، ابن شرد ممكن تحصل في أي بيت، يا ترى بتنظر للشخص المعاند في بيتك إزاي؟ طيب تعال نوصل لغاية المخل أو السامرية. السامرية بنعتبرها إنسانا انحرفت، وده ظهر من كلامها وحوارها مع المسيح. يا ترى لو في شخص في الأسرة، أحد أفراد الأسرة انحرف،
تعامل وياه ازاي. طب تعالى في المخلع، المريض بركت بيتحسن، ربنا يحفظكم جميعا. افرض في اسرتي في شخص مريض، بتعامل ازاي ونظرتي ايه لهذا الانسان المريض اللي في الاسره، كبير او صغير. تعالى للمولود اعمى، مولود اعمى بيمثل الاعاقه. افرض اسرتي فيها شخص معاق باعاقات كتيره ونسبها كتيره في اي مجتمع يعني، وبيقولوا عليها ان بيسموها يعني اسم، واسم جميل خالص، القادرون باختلاف. القادرون باختلاف. افرض اسرتي فيها حد بالشكل ده، انا شايف الموضوع ازاي؟ فهندور حوالين الاسره، كيف نراها في مشاهد متعدده، كيف ترى اسرتك في مواقف متعدده تكون قدامك، وازاي تتعامل وياها.